أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدين والدنيا، الحلقة الثانية في الموضوع سيرة الرحم فيما يخص هذا الوضع اللي رانا عايشينه والجائحة اللي رانا عايشينها الكورونا فيروس. سيرة الرحم يعني راي مربوطة به، راي مربوطة بالوباء هذا. الأسبوع اللي فات هضرنا على أهمية سيرة الرحم، والشيخ جمال اللي راه حاضر معنا في اليوم تاني أيضا، جزاك الله خيرا شيخ وبارك الله فيك، أعطانا مثل وقصة وين صرات له هو عاشها مع إنسان يعرفه وين الحق وين ما صابش وش يأكل يعني هو ووليداته. وهذه يعني لي كونسيكونس تاع لو فات لي سيرة الرحم راهي مقطوعة، راهي مقطوعة. اليوم راح نهضروا على هذا الأمر هذا شيخ، يعني كي انقطعت سيرة الرحم واش كاين من وراها، الناس اللي قطعت سيرة الرحم واش كاين من وراها. والجائحة كورونا ليست سبب وليست حجة باش الإنسان يقطع يعني الأرحام تاعو، يعني بصفة عامة ما يعيدش لماليه، ما يسقسيش عليهم، ولا ما يروحش يشوفهم، ولا يعني حتى ولو علما أنه في الاحتياطات ضد الوباء هذا، يعني ما لازمش نتقربوا من الناس الكبار، يعني والدينا هما احنا خاصة اللي راهو يخرج بزاف برا، ما ننطموش، ما يعني هذيك اللمة تاع زمان واللي كنا نتلاقاه وكذا وكذا، دوك راهي انقطعت، هذه انقطعت ومتفقين عليها، ولكن ليست حجة انك تقطع سيرة الرحم. اللمة انقطعت ولكن سيرة الرحم ما المفروض ما تنقطعش. شيخ بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، ونكمل الموضوع ان شاء الله فيما يخص كما قلنا على سيرة الرحم. بارك الله فيك شيخ، تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هو حقيقة انه قطع الرحم لا يجوز، وصلته كما قلنا واجبة. نعم. والإنسان لما نقولوا احنا يا نقولوا لما يتصل ويحاول انه يعني ينسق مع اهله، مع اخوه، مع الاسره تاعو، باش يعني يحاولوا انهم يكونوا يد واحده في هذه الجائحه. بارك الله فيك. حتى ما نكونش عندنا يعني انسان، يعني سبحان الله، ان الانسان يعني يقع في يعني ضائقه، ولا حتى يحس بانه لا اهل له ولا من يسال عنه، او ربما من يعينه، او حتى ربما من يعني يتفقده ولو يعني كما قلت بكلمه. والحمد لله يعني وسائل الاتصال درك هي موجوده، يعني مرئيه مسموع، يعني يتكلم معهم كما قال صوره وصوت. بارك الله فيك. نعم، صوره وصوت. نعم نعم. ويسال عن كل دقيقه في حياتهم، يعني كل شيء. قال مثلا عندك كذا، شكون اللي يجيب لك كذا ادويه، واش خاصك، مثلا كاش ما راك حاس، كاش ما عندك، كاش ما كذا، يعني يحاول ولو يعني يوم على يوم أو نهار بنهار، أسبوع، ولا خطرة في السمانة، ولا خطرة يعني نعم، يعني مثلا الوالدين يوميا، هذيك باينة شيخ، الوالدين يوميا باينة. نعم. كذلك ربما مثلا نقول الأشقاء يا سيدي يوم على يوم، لكن فيه الخالات، فيه العمات، ما ننساش، لأن نعم. هؤلاء كلهم أرحم. نعم، إيه كلهم أرحم. كلهم أرحم. نعم نعم. أبناء العم، أبناء العمومة، صح، أبناء الأخوال، صح، هذو ما يقولوش أنا وليد خالي مثلا في المنطقة الفلانية ولا كذا بعيد عليا، ما نعيش نسقسي عليه، بعيد عليا، لا. نعم. واجب. واجب. شوف شيخ، احنا في هذا الوباء هذا، صح، رانا بعاد على مالينا. انا عندي تقريبا كان عندي يعني والدي شهر ما شفتهمش، تقريبا شهر ما شفتهمش. الاسبوع اللي فات رحت شفتهم، يعني رحت شفتهم الاسبوع اللي فات، لكن لما شفتهم يعني خديت الاحتياطات تاعي من بعيد، وسلمت سقسيت عليهم، سلمت عليهم، حتى ولو الوالده كانت حابه تسلم عليا والوالد ايضا، ولكن قلت لهم والله نخاف عليكم، يعني نخاف عليكم والحرقه هذيك، يعني انا ماذا بيا نحضن والدي في يدي، ولكن الانسان يتغلب على هذيك الحرقه هذيك تاع الوحش هذاك باش نحموهم من هذا الوباء. فلربما الانسان يعني ياخذ كاع الاحتياطات تاعو، علما انه والدينا كامل كبار وكامل كامل مرض. نعم. كما قال الواحد. نعم. مسح عندي شهر ما شفتهمش، ماشي يعني انه عندي شهر ما هدرتش معاهم. نعم. لا، الاتصال دائم،
كل يوم نكلموا بعضنا وحتى ولو ذكرنا في البرنامج دين ودنيا لو يسوني لي تليفون نصيب مكتوب الوالدة ولا الوالد نقطة يعني نرد في التليفون قلت لكم يا جماعة سمحوا لي ونرد في التليفون هما أولى الخاوة هذا من البر هذا موضوع آخر إن شاء الله نحكوا عليه المرة الجاية إن شاء الله. لكن أنا واش حبيت نقول شيخ كما قلت أنت ما فيها والو الإنسان يرد في التليفون تاعو هما عندنا كاع لي كاميرا في التليفون يعني هم كامل عندنا لي كاميرا في التليفون ترفض عندك هذوك السكايب ولا عندك واتساب ولا عندك فايبر هكذا اللي قلتهم في ثلاثه يعني باش ما نقولوش غير قلنا حاجه واحده كامل عندهم الميسنجر حتى الميسنجر حتى الميسنجر تحكم الفيديو وراك تهضر والله انا نهضر مع الجماعه في الخارج بالتليفون ونشوفوا بعضنا ونسقسوا على بعضنا ونطمئنوا على بعضنا الحمد لله الوسائل اليوم يعني راهي متيسره حجه باطله يعني اللي يقول لك شيخ انا ما كاش كيفاش نتصل حجه باطله حتى بعد الاتصال انا اقول حتى بعد الاتصال لما تتخذ اجراءات يعني تاعك الوقائيه وكذا بارك الله فيك تستطيع مثلا انك تمشي اليهم مثلا بدون ما قلنا بدون مثلا معانقه ومصافحه بارك الله فيك خلي المسافه ما بيناتكم نعم خلي المسافه وتمدهم بما يحتاجونه وهذه صح شيخ هذه لازم نقول لك علاش باسكو صح الانسان كذب عليك مع الوالدين ومع يسحقوا خاصه اللي عندهم والديهم كبار بزاف ما يخرجوش يشرو برا ما يخرجوش يقضوا علاش تصيب مرات الجيران تصيب الجيران هما قايمين بالناس الكبار هذو ولهذا فهمت تفضل. يعني الشخص الكبير لما يشوف انه رحمه بعد عليه ويعني ما مشاوش ليه يعني هو حتى في الهاتف يقدر يقول لك اني لاباس اني لاباس لكن هو فهمت وراه قصدك اليه ومشيك الى سعيك اليه يعني تمشي اليه وتشوف حالته فهمت تتفقد حالته بالنظر وبالسمع كذا تشوف اشياء اللي ربما توزن انت تشوف وتوزن تشوف اشياء اللي تحتاجها تشوف تشيك باللي خصته حاجه اشياء كذا فتعينه وتعطيه يعني خاصه شيخ الانسان على باله باللي الناس الكبار هذوما ماشي يخرجوا ما يقدروش يخرجوا يشرو نعم هذه على بالنا كاين اللي ساكنين في باتيما سيبو ساكن سيكيام ايطاج سيزيام ايطاج شيخ ما كاش لاسانسور ما كاش واش يهبطوا واش يطلعوا بقضيان يعني هذه منطقيه انا تبان لي انا والله اعلم انا تبان لي باللي حاجه منطقيه يعني الانسان عنده مال كبار اضعف الايمان انه يقضي لهم شويه ويطلع لهم علاش حتى من يعني تفضل كاين ناس كينساهم الخال والخاله والعم والعمه هذو راهم فهمت بعضهم يعني يشوف بلي انه يقول لك عندهم مثلا ذريتهم عندهم اولادهم نعم عندهم اولادهم ولكن الولد هذا يقدر ربما راه مخطئ يقدر نساهم يقدر ممكن يقدر اتصل انت اتصل ما فيها والو وشوف واش يحتاج ما فيها والو نعم كما قالوا الواحد الى يقول تخسر يونيتي لكن ربحتها مع الله عز وجل عظم حديث النبي عليه الصلاه والسلام فيه قال من اراد ان ينسى له في اثره وان يوسع عليه في رزقه فليصل رحمه نعم فسرها لنا الشيخ الله يجازيك باش الناس تفهم معنى الحديث نعم تفضل ان ينسى له في اثره قيل بمعنى ان يبارك الله سبحانه عز وجل له وان يطيل في عمره يزيد الله سبحانه عز وجل لمن يصل رحم يزيد له في عمره وهذا حديث يعني يحتاج إلى بيان لكن نعم الخبر الصحيح أن الله سبحانه عز وجل يطيل في عمر الذي يصل رحمه ويبارك له في رزقه يعني في حياته في رزقه في كله ذريته أولاده ما يكسبه كله تصله بركة الله سبحانه عز وجل بشرط واحد أن تصل رحمك يا سبحان الله أنت تتفقدهم وأنت يا سبحان الله شوف وحاجة بسيطة يعني نعم. وما تكلفش يا شيخ نعم. والله ما تكلف كما قلنا في الحديث اللي السابق يعني تكلمنا عليه الأسبوع اللي فات نعم. قلنا أنه من دعائم الإسلام صلة الرحم ولهذا يعني نجيب القصة صغيرة فقط أو نذكروا بها أخواتنا نعم تفضل لما وقعت قصة تاع سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنه أبو سفيان نعم رضي أبو الله سفيان عنه لما مشى القصة الحبشة يعني مما قال له الاخر قال له ما او هرقل عفوا هرقل قال له مما يامركم به يعني من يدعي يعني هذا الرجل قال يامرنا بان نعبد الله وان لا نشرك به شيئا ونترك ما يعني كان عليه اباؤنا قال وبالصدق والعفه وبصله الرحم من اوائل دعوه النبي عليه الصلاه والسلام هي صله الرحم اي نعم لانه الرحم يعني موصولة بعشر الرحمن من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله يا سبحان الله
وجاء في حديث أنها اشتقت من كلمة الرحمن، اشتقت من كلمة الرحمن، يعني الرحمن سبحانه عز وجل اشتق من اسمه الرحيم. الرحيم. ويعني بني الإسلام على هذه الدعائم. يا سبحان الله، حتى الإنسان لما يصل الرحم تاعه يعني كي يروح يشوف يتفقد على فاميلته، على خاوته، على أهله، على ماليه، على عماته، على أولاد عمته، على أولاد خالته، أولاد المهم يعني اللي مربوطين به يعني من بعيد أو من قريب، نشوفها فينا شيخ لما الإنسان يسقسي، لما نرفض التليفون ديجا احنا رانا إخوة في الله، ومرات مرات نرفض التليفون ونسقسوا على بعضنا. واجب. إيه نعم. واجب هذا عادي، أنا تبلي عادي يعني. واجب. إيه تبلي عادي. فما بالك برحمك. هذا وش حبيت نقول أنا يعني، وينك يا واحد فاميلتك يعني، سبحان الله وينك. لهذا بعضهم يخطئ يعني، تلقاه يعني عنده اتصال مع ربما مع صديقه في العمل، ولا صديقه يعني في الحياة وغيرها وكذا، ويعني وخاوته الأخرين ربما ما عندوش اتصال كثير معهم، أو يعني يقول لك الحمد لله كما يقول واحد المثل هكذا فرنسي على كل حال كذا نترجموه، قالوا يعني فهمت يعني كما يقول كما يكون حتى شيء يعني الحمد لله. اه ثم با دو نوفيل بون نوفيل، با دو نوفيل دي بون نوفيل، يقول لك هذا واش كاين. لا هذه ولا يقول لك راهم لاباس بهم، هذا يعني عندي خبر باللي راهم لاباس. لا 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 خطأ، هذا خطأ. كما قلنا احنا في الوقت اللي رانا فيه الشيخ ما فيها والو، لما تسقسي فلربما ما جاتش انسان خصوه غير الماكله، ولا تروح تقضي له بالك خصو ما دواء، الانسان يشري دواء بالك خصو هذاك من اهلك، هذاك بالك حب يروح المستشفى، بالك لازم يروح يشوف طبيب، ما كاش ليديه، ما كاش اللي بيه، ما كاش منا، ما كاش منا. وحنا في اصولنا يعني وفي تقاليدنا يعني من غير يعني ديننا اللي لازمنا عليها هذه باينه، ولكن حتى في العادات والتقاليد شيخ عيب الانسان يعني هذاك الاهل تاعك قايمين به جيران وانت مش قايم به، يعني كما نقولوا احنا يا عيب يعني، ولا ني غلط شيخ. طبيعه الحال هذه ورانا نشوفوها، اي ورانا نشوفوها يعني، تصيبهم الجيران تصيبوا، والحمد لله يعني الجار يعني من اقرب الناس كما قال لك، تصيبوا خرم مرات تصيب الجار افضل من واحد من العائله. الجار يجي يدق على جاره لما يشوفوا ما بانش ولا حاجه، ولا انا تصرى لي مرات نروح نسقسي على جيراني لما عندي بزاف ما شفتهمش، نروح نسقسي عليه. نعم. قول لي خير شيخ، نقول له والله غير نسقسي عليك برك فقط، نسقسي ياك راك لاباس ما خصك والو، الحمد لله جزاك الله خيرا والسلام عليكم عادي. الحمد لله. ونحس روحي مليح شيخ. الحمد لله. والله نحس روحي مليح. نعم. وينك يا لما الانسان يتفقد اهله، يتفقد فاميلته، يتفقد ماليه كذا. يعني يا ناس انا واش حبيت الرساله اللي نجوزها للمشاهدين، انه يعني لما تسقسي على فاميلتك ما جاتش الا باش كش ما تروح تشري لهم، ولا كش ما تسحقهم، ولا تقول لا نعيط له كش ما يطلب مني ولا حاجه. لا 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 والله لما تسقسي عليهم سافا لور فير بليزير، يعني الانسان يعني راح يحس روحه مليح، وتصيب اللي ما يقول لك ما خصنا والو، الحمد لله. الحمد لله. ولكن ما فيها والو تسقسي وترفد التليفون وتدي الاجر ايضا، يعني سبحان الله. يطلب منك يا شيخ ما فيها والو شيخ، يطلب منك الجود بما هو موجود، هذاك مكانه، فاهم؟ هذاك مكانه. والإنسان يسعى وهذا المال مال الله سبحانه عز وجل، والبركة بركة الله سبحانه عز وجل، يعطيك الصحة. الإنسان يتفقد الآخر، والله سبحانه عز وجل ويسر الأمور، وربما أنت تكون سبب فهمت في يعني إنقاذ هذه الحياة وكذا، والله سبحانه عز وجل فهمت يعني يكتبها لك يعني بها تكون هي طريقك للجنة وسعادتك. صح والله ما نعم. إيه نعم ما تقدرش تعرف نعم. يعني ما تقدرش تعرف بالك هذيك الخطوة هذيك هي السبة تاعك باش تدخل بها الجنة. نعم نعم. الصراط وين الإنسان لما يعيطوا ويسقسوا عليه يعني كأنه يقول له والله العظيم شغل حسيت بيا. نعم واقع. سبحان الله واقع. يقول له والله غير واقع. شغل حسيت بيا، سبحان الله كنت في بالي. ولا يقول له مقبل كنا نهضر عليك، ولا انا البارح تلاقيت مع جاري عندي بزاف ما تلاقيتش به، الحاج موسى تلاقيت به، قال لي والله يا شيخ غير عندي يومين ولا قيلة ولا ثلاث ايام هضرت عليك. قلت له ما لا عاد هضر عليا بزاف نجيك، كل ما تهضر عليا راني نحضر. سبحان الله الحمد لله. المهم يعني احنا واش حبينا الرساله اللي نجوزوها، انه هذا الجائحه الكورونا هذه صح الانسان ياخذ قال احتياطات تاعه، ما تنساوش يا ناس الكمامه هاي انا راي عندي، والشيخ راي عنده ايضا نفس الشيء،
والشباب اللي راهم هنايا كامل رجال خفاء كامل راهم عندهم الكمامات تاعهم، ولا ما تنساوش ديزانفيكتيو يعني والجال، ديروا الجال وديزانفيكتيو يديكم. هذه لازمه، هذه لازمه، وهذه جائحه الكورونا رانا عايشين بها، وان شاء الله ربي يرفع عنا هذا الوباء باذن الله، ولكن ما يلزمش تكون حجه، ما يلزمش تكون حجه الانسان باش يقطع سيره الرحم تاعو، ما يلزمش تكون حجه باش ما يزيدش يعيط لماليه وما يزيدش يعيط لخاوته وما يسكسيش على ناس وعلى فلان وعلى فلان وكلهم من اهله اصله. والله يعني خاصة أنا تبلي في الوقت اللي رانا فيه لو تكثروا الاتصال لا بالتليفون، يعني ما نش نقول لكم روحوا ليهم ولا بالتليفون، برك واش راكم راكم لاباس بخير، والديكم ما تنساوهمش، والديكم لازم عليكم وواجب، تدوها دين ودنيا، والله عز وجل لما يشوف الوقت اللي رانا عايشينه درك هاتيك الأجر سيكون أعظم أيضا في الوقت اللي رانا عايشينه. يعني هذا اجتهاد سيرة الرحم، باسكو الجائحة راهي قطعتنا عن الأرحام، الجائحة كمرض وقطعنا عن الأرحام شيخ، ولكن قطعنا يعني باش نتلاقاو باش نتعانقوا باش نتسلموا باش، بصح ما قطعناش عبر التليفون وما قطعناش عبر تاع وسائل الاتصال هذوما كامل اللي ذكرناهم قبيل. يعني الانسان ما يسيبش السبه وما يسيبش الحجه باش ما يصيرش ارحامه. المهم احنا هنايا ما راناش باش نحكموا على الناس ولا نقولوا، ولكن احنا من باب النصيحه، لو كما قال الانسان اخطانا فانه منا، ولو اصبنا فانه من الله عز وجل. هذه هي، اما احنا كيما احنا ثاني عندنا ارحامنا ونتصلوا بهم وكذا، نحبوا كيما نديروا حنايا ان شاء الله الانسان يقوم بالواجب. فائده على الناس. ايه فائده على الجميع. نصيحه. ونصيحه على الجميع ونبداو بنفوسنا ايضا، يعني بكل تواضع نبداو بنفوسنا. وان شاء الله ننفعكم بهذه النصائح، جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. ندعو الله عز وجل يرفع عنا هذا الوباء. امين يا رب العالمين. وايضا ان يشفي مرضانا وان يرحم موتانا ايضا. امين ان شاء الله يا شيخ. ان شاء الله. ونطلب الشفاء ايضا لعمي حميد، هذا عمي حميد عمي وراه مريض بزاف، يعني راه مريض وراه فراش كما قلت لك المره اللي فاتت. عمي حميد ان شاء الله دوك تبرى باذن الله وتعاود توقف. نعم. واولادك دايرين بك، شوف اولاده دايرين به، الله يبارك ما شاء الله شيخ، اولاده دايرين به، بر الوالدين هذا راح يكون الموضوع الجاي ان شاء الله، وراح نمدوا عمي حميد هذا كمثل. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم، ونقول لكم انا ان شاء الله في لقاء اخر في تلفزيون لينا. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم، والسلام عليكم. شكرا شيخ، بارك الله فيكم.